السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا فندم، اتفضل. أيوة، بالنسبة لتالتة إعدادي يا فندم، في صوت ونجاح برضو الترم الاولاني مكمل للترم الثاني. الترم الأولاني مكمل للترم التاني؟ ايوه بص يا فندم، هو تالتة اعدادي دي سنة مصيرية، أيوة تمام؟ فالترم تمام. الاولاني مكمل للترم الثاني. فانت طب هي يعني كده الترم التاني يا فندم انتوا مش عايزين تلغوه صح؟ مش كانت مش عاوزين نلغيه، اصل هو حتى لو اتلغى او اتاجل او الكلام ده كله، تالت اعدادي وتالت ثانوي ملهاش دعوه. ماشي يا فندم، بس هي اصل دي عيالنا تعبانه كلها، يعني عيالنا كلها تعبانه. محافظه ايه يا فندم؟ محافظه اسيوط عندكم الحالات كتير؟ عندنا الحالات كتير، والاولاد تعبانه والكبار تعبانه لا اله الا الله. والله العظيم، وانفلونزا على طول، يعني البيت ده ياخد من البيت ده والبيت ده ياخد من البيت ده. طب يعني بيروحوا المدارس يا فندم؟ لا مش بيروحوا، يعني احنا ما خلاص، يعني تالتة اعدادي خلاص قعدت في البيت امتحنت، يعني ايوه لسه ماشي، بس هو مستنيين في ترم النتيجة تاني، ان طب شاء الله. هتعملوا ايه في الترم التاني؟ ما اعرفش، التسهيل على الله بقى ان شاء الله. سيبها لله بس كده وربنا يسهلها ان شاء الله، يمكن خير. ان شاء الله باذن الله. فانت جبت ملخصات؟ بما انك وليت امر، جبت ملخصات؟ انا هجيب الاسبوع ده ان شاء الله، بس انا يعني سمعت عن الاسعار؟ طبعا اسعارها غالية خالص زي جدا ده. جدا. ما انا عشان كده بسأل يا جماعه. لا اسعارها غالية خالص، ربنا يعدي على خير يا فندم، ان شاء الله ما خير. في الابن جايبه ب 95 و100، يعني كده يعني، ربنا يسترها ولا بس حرام ويعدي على والله. خير، ما يهمش. يا رب تعدي على خير يا يا رب ان رب شاء الله العالمين، تحياتي ليك يا باذن فندم، الله. وشرفتنا الله بالاتصال. يخليك يا فندم، شكرا الله ليك، يخليك، مع شكرا الف ليك، سلامه. مع الف السلام سلامه، مع عليكم، السلامه. مع السلامه.